الفرض كفاية على هذه الجنازة. الله أكبر. في أول تكبيرة يقرأ الفاتحة، وفي الثانية اللهم صل على سيدنا محمد لأنك حميد مجيد، وفي الثالثة يدعو له بالمغفرة، وأقل الدعاء اللهم اغفر له اللهم ارحمه، وفي الرابعة اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله يا أرحم الراحمين. كبروا يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر. صلاة جنازة على الشهيد عبد القادر كيالي. السلام عليكم ورحمة الله.